على دراجته يصل إلى منزله الواقع فوق تبة ترتفع 500 متر فوق سطح الأرض في مدينة سانت كاترين بجنوب سيناء. السلام عليكم، كيف حالك؟ كويسة؟ إيه بونو، كيف حالك؟ جبلي محمود مرشد سياحي، خرج عن عادات أهل القبيلة وتزوج من نينا، فتاة من سلوفينيا، وعلى غير عادة معظم شباب مصر يعيشان هنا وسط عادات القبائل البدوية. شفتي غدا؟ ايوه والله انت ممتازة، انت ست بيت صح يعني. عندنا عادات مختلفة، عندنا وضع مختلف، فالافراح بالمثل احنا ما بنكونش في اختلاط، بيبقى الستات وحديها والرجالة وحديها، فهي فهمت، وبعدين زي ما بقول لك الحب بيعمل معجزات. نينا بارعة في الطهي المصري كما هي في السلوفيني، تحب العيش في مدينة سانت كاترين وتأقلمت مع هذه الحياة كما لو كانت فتاة بدوية. الحياة هادئة هنا، نعيش في مدينة صغيرة، بالطبع الثقافة والتقاليد مختلفة ولكن بيننا أشياء مشتركة. هو يحتفظ بعباءة الرجل البدوي وهي تعيش في ثياب المرأة الأوروبية، لكن في النهاية تجمعهما طاولة طعام واحدة تزيد من عمق العلاقات بينهما. المرة الجاية تعني السمك على النار برا على المخبر. رغم اختلاف الثقافات والعادات والتقاليد بين جبلي ونينا، إلا أن الحياة في وديان سانت كاترين لا تعرف إلا لغة الحب بين طرفين أراد الحياة فاستجاب لهم القدر. من مدينة سانت كاترين بجنوب سيناء، كريم شيخ، الغد.